ثمانية شهور أيوة ثمانية شهور أيوة تغذية ما في حاجة عندنا هنا لا عذاب بس هو اللي تعبان وكذا بقاله هلا تعبان ما لا حوالا كذا ذا عندنا حاجة ذا المصروف زع إنه عذاب البر زع أما الغثة هذا ما تك على حاله ما فيش له ذا على البحر البحر تك على ما أعرفه وش عاد يبدو يطلب الله لبول ما في إلا هذا ما في الحنزة النملة له ما نعم معانا ذا ولا في شيء الدنيا لا لا مع ذا هذا تعبان ها وهذه تقدر تشوف شكلها لن نخرج ولا في يقول لك نعم ذا نخرج بالجاهل نعرف كذا ولا على كذا ما حتى يفرجها الله ما يتد انها بنا تغذيات تثوب عينها بنا التغذية ذي ناكل هنا. طيب بالنسبة لزوجك ايش اشتغل وايش اعمال وايش؟ ايش اعمال البحر مع الناس؟ مع الناس اطلب الله ذا هذا حال البحر ما هوش ماجد هنا في البيت. والله ان عندنا 12 ولد والظروف هذي صعبة والبحر يعني قاسي علينا ان احنا نشتغل البحر ما فيش. عند العزومة ذي حتى بترض علي علينا ما وصلناش على أي حاجة والظروف كلها قاسية علينا ذي اليوم حتى المصرف ما نوجد والهم الآن احترنا حورة لا معانا يعني للعلاجات ولا معانا لأي شيء جلوس بس في البيوت ولا احترنا قبسنا أي بقعة نحصل في سوء تغذية لكن الأكثر متوسط وهذا سبب سوء التغذية سبب الحال الذي حصل في اليمن توقفوا المنظمات ما فيش دعم للأطفال ثانيا الوضع للآباء البطرة توقف يعني قطع الطرق باب المنجم مع الشعب يسافرون جالسين في البيت ناس طفل يسبب مرض ما قدر شوية يروح يزعبه لما تدهور حالة الأطفال أكثر مما كان نحن ناس فقراء نعاني أشد الفقر ما نقدرش نوفر المعونات وخاصة المواد الغذائية لا شيء متوفر عندنا الأوضاع متدهورة بسبب الطيران بسبب الحروب هذه يعني أشياء كثيرة لا توجد عندنا قلة ما فيش البحر قلة الأسماك نحن نطالب ونناشد جميع الجهات المختصة والمنظمات أن تنظر إلى هذه القرية أن تقدم لهم المعونات وخاصة المواد الغذائية التي يحتاجها الشخص.